كل موضوع كل نقطة. صباح الخير على كل متابعي اليوم السابع. احنا الان معاكم من احد المشروعات القومية العملاقة اللي دشنتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير وتأهيل الدرع على مستوى المحافظات. طبعا زي ما حضراتكم شايفين خلايا نحل في مواقع العمل لسرعة انهاء المشروع القومي، كما تم اختيار محافظة الأديوبية ممثلة عن محافظات الدلتا لتطوير وتأهيل المسائل في المحافظة، ليتم تطبيقها بعد ذلك على مستوى المحافظات. طبعا خلايا نحل مواقع العمل لسرعة انهاء المشروع في التطبيقات المحددة وقبل التطبيقات كمان، يعني بتكلفة كبيرة جدا على مستوى الجمهورية ومن بينها محافظة الأديوبية. طبعا احنا الان موقع العمل في منطقة ترعة البرشومية في محافظة الأديوبية، ومعانا المهندس أسامة خليل وكيل وزارة الري في محافظة الأديوبية هيكلمنا عن المشروع وتفاصيله. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني كلمنا حضرتك عن فتح المظاريف بتاعت البدء المالي، يعني اسبوعين بالظبط ويبداوا يشتغلوا في 140 تمام معانا. ال 140 وال 300 كيلو متر دول اللي بيكون بيهم قطاع الرمل تبع وزاره الرمل، كل 600 كيلو متر هيقوم بيهم قطاع التوسع الافقي بتكلفه، طبعا ال 300 كيلو متر التكلفه بتاعتهم حوالي مليار جنيه. محافظة الأديوبية اختيرت وصدر لها قرار وزاري من وزير الري ووزير الزراعة ان القرار الوزاري ده 121 لسنة 2021 بان محافظة الأديوبية من الوجه البحري ومحافظة بني سويف من الوجه القبلي هيخضع عليهم ان يتم تأهيل مش الترع بس، المسائي كمان، وتحويل الأراضي الري بالغمر للري الحديث. بالنسبة لمحافظة الأديوبية فالزمامات بتاعتها اللي هي مزروعة بساتين ومحاصيل حوالي 158 ألف فدان. حضرتك بالنسبة متحول لري حديث لغايه دلوقتي في حدود 6000 فدان. 6000 فدان تمام. باقي العمل في المساحات المتبقيه حضرتك عندنا في قطاع التطوير ويتبعه الاداره المركزيه للتوجيه المائي، هم بيقوموا بجهد كبير جدا، هم بيعملوا لقاءات مع المزارعين بحيث ان يعملوا روابط مستخدمي المياه على المسائي الخصوصيه، لان احنا طبيعي المسائي هنأهلها تمام، فبنعمل روابط على المسائي. بعد ما بنعمل الرابطه وبيعملوا يتكلموا معاهم عشان يتم تطوير الاراضي بتاعتهم يحولوها يا بالتنقيط يا بالرش تمام. فالتوجيه المائي عمل كذا اجتماع مع الناس، واحنا كاداره الأديوبيه اداره ري الأديوبيه عملنا ندوه كبيره جدا وجبنا الناس اللي عملت المشروع بتاع التطوير تمام. عملوه وخلصوه واستفادوا منه وعرفوا الفوائد بتاعته كويس جدا، وجبنا ناس تانية برضو معاهم من اللي هم ما عملوش بحيث ان اللي هم عملوا التجربة يشرحوا للي ما عملوش ايه اللي عملوه بالظبط. وطلعنا على الطبيعة كمان، ولما طلعنا على الطبيعة الناس اللي هي ما عملتش التجربة قعدوا يسألوا الناس اللي هم عملوها وقعدوا يستفادوا منهم وطلعوا بفوائد كبيرة جدا جدا ان هم خلاص كده هيبدأوا المشروع تمام. طبعا مشروع تكلفة الفدان في يعني متوسط تكلفة الفدان للتحويل بالري بالتنقيط حوالي 8000 جنيه. العائد ده في خلال سنة هو بيرجع له، بيرجع للفلاح فلاح. بس بعد كده الفلاح هيبقى كسب حاجات كتير. اولا رشت في المية، ثانيا كسب ارض، الارض اللي عنده اللي هي المسائل اللي كانت بيرمي فيها المية بالغمر دي كلها بياخدها ويزرعها تاني، ودي بتوصل في بعض الاحيان لحوالي 30% من مساحة الارض بتاعته هو بيستفاد بيها. غير كده كمان استفاد اول حاجة بيقلل الكمية الطاقة اللي هي البنزين او السولر اللي كان بيستخدمه في المكن النقالي اللي كان بيشغال على طول الليل نهار، لا دلوقتي هو بيشتغل بالقد بالظبط. غير كده كمان الاسمدة، هو وفر كده الاسمدة اللي كانت بالغمر
كانت بتضيع وساعات ما توصلش للزراعات. دلوقتي بتوصل في التنقيط بتوصل للجذور مباشرة. وبعد كده حتى كمان الجذور بيبقى محافظ على الرطوبة بتاعتها فبتدي عائد إنتاج أزيد. أكيد. بالظبط. يعني طب يعني في أنت حضرتك قلت لي إن في تم عمل لقاءات وندوات. بالظبط ومستمرين في الموضوع على طول عشان نوصل لأكبر كم ناس نعمل لهم روابط مستخدمين بأن هم اللي يديروا المية بتاعتهم على المسائل بتاعتهم بعد ما احنا أهلها لهم. يعني بعد يعني بداية المشروع هل هيتم في تطبيق إجراءات مثلا على المخالفين أو الممتنعين عن تطبيق المشروع الري الحديث؟ طبعا حضرتك يعني احنا دلوقتي في مطبقين دلوقتي قرار وزاري برضو من معالي وزير الري معالي وزير الزراعة. كان قرار طلع ويبدأ تنفيذه من 1/5 اللي هو في الشهر الحالي ان جميع زراعات القصب تتحول لري حديث. واللي مش هيطبق الكلام ده هيتعمل له محاضر وهيتعمل له هتاخد ضده الاجراءات القانونيه وهيتعمل له محاضر على اساس انه بيستخدم كميه ميه تبديد بيبدد ميه بياخد ميه اكتر من اللازم. واحنا انت عارف حضرتك طبعا ان كميه الميه عندنا محدوده جدا. أكيد. واحنا عندنا اساسا نزلنا طبعا عن 1000 متر مكعب للشخص يعني احنا دلوقتي في فقر مائي. طب يعني دي ضمن محاولات الترشيد للميه او استخدام الميه في وسائل الزراعه يعني. بالظبط انا المعمل تاهيل للترعه فانا رشطت الميه اللي كانت بتسرب وفي نفس الوقت رجعت للأورنيك التصميمي بتاعة المجرى النائي فحافظت على كمية المية اللي موجودة عندي. انا دلوقتي كمان هعمل تأهيل للمسائي فبرضو هحافظ على المية بانها ما تسربش وفي نفس الوقت برضو اعيد للمجرى بتاعها الاصلي بتاعها اللي تاخد كمية المية وبرضو عشان المية توصل بسرعة للفلاح بحيث ان اللي في الاول خالص اول الترعة يروي زي اللي في اخر الترعة بالظبط. المية بالنسبة ليه ما فيش اي حاجة. الحاجة التانية الصيانة انا كده وفرت كتير في الصيانة بالنسبة للتأهيل انا كده ما فيش هيبقى فيه حشايش ولا حشايش جرفية ولا حشايش غطسة فبالتالي انا وفرت في اثبات الصيانة في الترع وفي المسائي برضو. أكيد. يعني كلمة حضرتك بقى بتوجهها للمزارعين واهالي طبعا بعد ما تم احياء طرق كانت يعني بعد استبحار الترع دي كان في طرق الغيط هنا في المنطقة. طبعا انا لما عملت تاهيل فانا رجعت الجسور لطبيعتها الكويسه وعملت لها تسويه جدا وفي منهم جسور هتترصف كمان. الكلمه للفلاحين حافظوا على المجرى بتاعكم حافظوا على الترع بتاعتكم حافظوا على المسقه بتاعتكم طول ما انت بتحافظ عليها طول ما انت اساسا هتاخد الميه نظيفه كويسة جدا تروح للزرع بتاعك نظيفة جدا زرعك هيزيد اساسا كمية الزرع اللي انت بتزرعها الانتاج بتاع المحصول هيزيد اكتر من الاول بكتير. تمام شكرا جدا لحضرتك يا فندم ويعني احنا زي ما احنا شايفين مع حضراتكم. دلوقتي احنا موقع عال في منطقة ترعة البرشومية تبع لمدينة طوخ زي ما حضراتكم شايفين طبعا خلايا نحل لسرعة الانتهاء من المشروع مشروع قومي ضخم وخاصة بعد اختيار محافظة الأليوبية عن محافظات الدلتا لتطوير وتبطين المسائل للمزارعين لنهاية الترع. طبعا زي ما حضراتكم سمعتوا يعني ما يعني عندنا ما يزيد عن 1040 كيلو متر في محصة الأليوبية متر أول ما يتم المتكلفة تخطط 3 يعني زي ما حضراتكم شايفين الموقع دلوقتي احنا كنا معاكم إبراهيم سالم مدير مكتب اليوم السابع في محافظة الأليوبية وده احنا مع حضراتكم من أو جانب من المشهد من سير العمل بالمشروع هنا في الترع. طبعا بيتم نقل الحجارة المستخدمة في التبطين دلوقتي ويتم ترسيتها تمهيدا لوضع الطبقة الاسمنتية عليها ضمن اعمال التبطين